بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. سابقا كنا درنا واحد المراجعة شاملة وكاملة على هذا النوع ديال الميكروفونات اللاسلكية من الشركة ديال أوريكس، ونسيت ما في الفيديو يعني ما بتيكون بأن هذا الميكروفون أنه كذلك كيخدم في البث المباشر سواء على اليوتيوب وكذلك على الفيسبوك. دابا حاليا جينا لهذه العروبية هذه اللي كاين نوعا ما كاين واحد شي شويه ديال البرد، وكذلك غادي نجربوا المسافه يعني اللي ما بينها وبين جهاز الارسال اللي كيكون لاصق في التليفون. غادي نشوفوا المسافه، كيقولوا بانهم 20 متر يعني بالنسبه للفيديوهات العاديه، اما بالنسبه للبث المباشر كذلك يعني حتى هو غادي نجربه. إذا دابا حاليا غادي نشعل هذا الميكرو، هذا نشعل هذا الميكرو هذا باش يعطيني الإشارة بأن باش نعرف يعني بأن هذا الميكروفون باقي يعني مندمج مع الريسيفر اللي كيكون في الهاتف. في حالة ما إلى ما بقاتش هاد البولة كتسيني كنعرف بأن يعني الميكروفون ما بقاش مندمج او منسجم مع هذاك الاكسسوار اللي كيكون لاصق في التليفون. وكذلك يعني غنديروا الفرق ما بين البث المباشر يعني جودة الصوت والصورة، كذلك يعني في البث المباشر ديال الفيسبوك. راه دابا حاليا درت على الفيسبوك، وكذلك دابا درت هذا الفيديو على اليوتيوب باش نعرفوا نيت كذلك في البث المباشر. في البث المباشر واش هناك واحد الانسجام يعني الصوت مع الصوره، يعني الصوت مع الصوره، يعني الصوت ممكن يكون سابق الفيديو، وكذلك يعني الفيديو ممكن يكون سابق الصوره. دابا حدايا هنايا بعض يعني واحد الغنم حوالق يعني كي يعني ربما راه انا حاليا دابا انني كنسمع شعيب. دور دور جيت الغنم. نعم يعني الغنم هذه راه يعني راه كذلك يعني هي يعني سبحان الله العظيم. هاد الغنيمات هادو مشاو للوليدات دولها، سبحان الله العظيم، حتى الام الغنم كتقلب على الوليدات دولها. اذا باقي الان كيبان لي بان يعني الميكروفون باقي الاكسسوار اللي كيكون في التليفون. دابا حاليا راه بعت واحد المسافه اللي كثر. دور دور شوي يعني سبحان الخالق يعني حوالي يعني راه بسعت واحد المسافه اللي اكثر من 20 متر، ولكن هذيك المسافه اللي كيقولوا هما 20 متر يعني ما خاص يكون بيناتها واحد الحاجه صحيح ولا شي حاجه غليظه. المهم السيد قال لنا راه بسعوا من هذوك الحواله راه هما كيخافوا. اذا غادي نقطع البث المباشر وشوفوا ثم غديروا واحد المقارنه ما بين الفيديو العادي وكذلك في البث المباشر على اليوتيوب على الفيسبوك. صافي، حبس كروه.